بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم يتمحور حول مكون التراكيب عنوانه المستثنى بإلا. إذن قبل الشروع في شرح هذه الأمثلة المدونة على السبورة، لا بد من إعطاء تعريف مبسط للمستثنى أو للاستثناء. إذن المستثنى هو إخراج الاسم الواقف بعد إلا من حكم قبله، وله ثلاثة أحكام. إذن سوف نتطرق بالتفصيل إلى هذه الأحكام من خلال هذه الأمثلة المدونة على السبورة. إذن المثال الأول: حضر التلاميذ إلا عمرا. في هذه الجملة الكلام مثبت، يعني غير منفي، لأن الجملة لا تبتدئ بحرف نفي. وهنا أين أداة الاستثناء؟ أداة الاستثناء هي إلا، والاسم الواقع بعد إلا هو المستثنى. إذن هنا استثني عمرا من التلاميذ. إذن التلاميذ هو المستثنى منه، المستثنى منه. إذن هنا الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور. إذن ما بعد إلا يعرب مستثنى بإلا منصوب. إذن هذا هو الحكم الأول. إذن إذا كان لدينا الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، فإن ما بعد إلا يعرب مستثنى بإلا منصوب. إذن هذا هو الحكم الأول. سننتقل إلى الجملة الثانية: ما حضر التلاميذ إلا عمرا أو عمر. نلاحظ أن هذه الجملة بدأت بأداة بحرف نفي. إذن هنا الكلام منفي خلافا للجملة الأولى. إذن هنا الكلام منفي والمستثنى منه مذكور. إذن ما بعد إلا يجوز فيه الوجهان، إما نقول عمرا أو نقول عمرا، وسوف نتطرق إلى إعراب كلتا الكلمتين. إذن هنا الكلام منفي والمستثنى منه مذكور. إذن ما بعد إلا يعرب إعرابين، إذا كان منصوبا يعرب مستثنى بإلا منصوب، أو نقوم بإعرابه بدل. ولكن في حالة البدل أداة الاستثناء تعرب أداة استثناء ملغاة. إذن في الحالة الأولى إذا قلنا ما حضر التلاميذ إلا عمرا، إذن هنا في هذه الحالة ما بعد إلا يعرب مستثنى بإلا منصوب. في الحالة الثانية ما حضر التلاميذ إلا عمر، فعمر هنا يعرب بدل تابع للمبدل من في إعرابه، يعني عمر تابع للتلاميذ الذي هو بدل منه. وتعرب في هذه الحالة إلا أداة استثناء ملغاة. في حالة عندما نعرب عمر الكلمة الواقعة بعد إلا بالبدل، فإن أداة الاستثناء تعرض بأداة استثناء ملغاة. إذن الحكم الثاني: الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، ما بعد إلا يعرب إما مستثنى بإلا منصوب، أو يعرب بدل تابع للمبدل من. وفي هذه الحالة قلنا أن أداة الاستثناء تعرب أداة استثناء ملغاة. إذن هذا هو الحكم الثاني. إذا
دائما عندما تنفى الجملة المثبتة فإن يفهم عكسها في النفي. مثلا حضر التلاميذ إلا عمرا، عندما نفي في هذه الجملة فإن يفهم عكس الجملة الأولى. سنمر إلى الجملة الثالثة، ما حضر إلا عمر، ما حضر إلا عمر. إذن هنا الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور. إذن إذا كان الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور فإن ما بعد إلا أو الاسم الواقع بعد إلا يعرض حسب موقعه في الجملة، فلو أن أداة استثناء غير موجودة ونقول ما حضر عمر، وفي هذه الحالة يعرب عمر فاعل، حضر فعل وعمر فاعل. إذن الحكم الثالث، الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، ما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. إذن هذه بصفة عامة للمستثنى ثلاثة أحكام. الحكم الأول، إذا كان لدينا الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور فإن ما بعد إلا يعرب مستثنى بإلا منصوب، وإذا كان لدينا الكلام منفي والمستثنى منه مذكور فإن ما بعد إلا يعرب إعرابين، إما مستثنى بإلا منصوب أو بدل تابع للمبدل من، وفي هذه الحالة تعرب أداة الاستثناء أداة استثناء ملغاة. الحكم الثالث، إذا كان الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور ما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. سوف ننتقل إلى تمرين تطبيقي لنطبق ما رأيناه في الدرس المستثنى بإلا. إذن السؤال الأول، أتمم الفراغ بالكلمات المناسبة. حضر المدعوون إلا، ما أنجزت التمارين إلا، ما غاب إلا، غرس الفلاح الأشجار إلا. السؤال الثاني، إعراب ما فاز إلا النوم. إذن سوف نقوم بتصحيح هذا التمرين. حضر المدعوون إلا، إذن هنا الكلام مثبت، إذن الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، إذن ما بعد إلا يعرب مستثنى منصوب، إذن الكلمة التي ستقع بعد إلا ستكون منصوبة. إذن مثلا نقول حضر المدعوون إلا واحدا، أو نقول حضر المدعوون إلا عمرا. في الجملة الثانية، ما أنجزت التمارين إلا، هنا الكلام منفي لوجود أداة النفي في أول الجملة والمستثنى منه مذكور، إذن ما بعد إلا يجوز فيه الوجهان، إما أن يعرب مستثنى منصوب أو أن يعرب بدل تابع لمبدل من في إعرابه، وفي كلتا الحالتين الكلمة التي ستكون بعد إلا ستكون منصوبة، لأن حتى البدل في هذه الحالة تابع لمبدل من سيكون منصوبا. مثلا ما أنجزت التمارين إلا العربية، إذن هنا الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، إذن ما بعد إلا يعرب إعرابين، إما أن نقوم بإعرابه مستثنى منصوب، مستثنى بإلا منصوب، أو بدل تابع لمبدل من في إعرابه يعني في نصبه، وفي هذه الحالة فإن إلا تعرب أداة استثناء ملغى أو حرف استثناء ملغى. في الجملة الثالثة، لدينا الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، إذن الاسم الواقع بعد إلا سيتبع أغاب في حالة الإعراب،
لو أن إلا غير موجودة. مثلا نقول ما غاب إلا عمر، ما غاب إلا عمر. إذن حالة الإعراب هنا غاب ما أداة نفيه، غاب فعل ماضي ناقص أو فعل ماضي مبني على الفتح، إلا أداة استثناء ملغاة، وعمر فاعل مرفوع. في الجملة الثالثة الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، ما بعد إلا كذلك سيكون اسما منصوبا، لأن الكلام متبع والمستثنى منه مذكور، إذن ما بعد إلا يعرب إعرابا واحدا وهو مستثنى منصوب. مثلا غرس الفلاح الأشجار إلا الزيتون. إذن هذا هو التصحيح لهذه الأمثلة في التمرين التطبيقي الأول. إذن سنمر إلى التمرين الثاني، إعراب الجملة التالية، ما فاز إلا النوم. إذن في هذه الجملة نلاحظ أن الكلام منفي والمستثنى منه غير موجود. إذن الكلمة الواردة بعد إلا ستعرب حسب موقعها في الجملة، كما لو أن إلا غير موجودة، وإعراب ما تعرب أداة نفي، أداة نفي. فاز فعل ماض مبني على الفتح، إلا أداة استثناء ملغاة. النوم قلنا هنا كما أن لو إلا غير موجودة، ما فاز النوم، وإعراب النوم هنا جاء فاعل، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. إذن هذا هو تصحيح هذه التمارين التطبيقية. إذن عليكم إنجاز التمارين الصفحة 193 للمستثنى بإلا في كتاب التلميذ.